أفادت وكالة رويترز للأنباء أن مدينة كركوك التي تعتبر إحدى أهم المدن العراقية التي تمتلك حقول نفط والتي تعرضت لهجوم من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في 21 من الشهر الجاري تشهد الآن وضعا مستقرا في ظل القيادة المشتركة للجيش العراقي الحكومي والمسلحين الأكراد. وقالت السلطة المحلية مساء السبت الماضي أن الوضع بات تحت السيطرة الكاملة، لكنها قررت تنفيذ حظر التجول اعتبارا من ليل السبت حتى صباح اليوم التالي. وبعد عودة الهدوء إلى المدينة، أعرب كثير من المواطنين المحليين عن فرحتهم وسعادتهم وأملهم في تعزيز القوات الحكومية لحماية المدينة تجنبا لوقوع هجمات إرهابية مماثلة. يذكر أن الهجوم الذي وقع في 21 أدى لمقتل 18 فردا من قوات الأمن على الأقل وإصابة عدد كبير من الأشخاص بجروح. وفي نفس اليوم قتل 8 مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية.